اول رابع واخوي يس يلا مشي مشي لو بسرعه لازم بسرعه لازم متونس لولي اكلي عازم اخوها عازم اخوها باللعبه قومي لولي يلا مرحبا متابعينا شلونكم شو اخباركم اتمنى تكونوا بخير والف خير اليوم عندنا تشالنج باتل فليب ونبلش مع لولي وضيوفنا الكرام الجدد معنا بالقناه لايك وشير سبسكرايب لايك شير بلشي لولي جو 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 رجعي لي ورا لولي وكوكي معنا كوكي ما جابت شي ومعنا احمد او ماي جاد دانيال واو كان قريب دانيال واحمد ولا واحد لحد الان ولا واحد لحد الان شلون اجيبه انا اخذت شيء انا اخذتي دوري وان تو ثري اوس صعبة صعبة هو تشالنج اوبس شكرا يس اول رابع واخي آية هنا آية ربحت يلا آية على راحتك اختاري شو تحبي اكلي شكلهم طاولين الجماعة اختي راحتك آية طيب تقدر تفتح اي شيء ترى يعني تغير بس ما تطول معي نجوم اكل متونس شوف كان قريبة جماعة شكلهم مطولين خذ راحتك باي او ماي جاد كلها رد التركيز يا جماعه رد التركيز
قوم قوم. يلا يلا كملي. لا انت قوم. طعم طيب مره مره بس يا مسابقين ترى هذا طيب. يلا جو يا مسابقين لولي لحد الان ولا مره. طيب هاي فريزا ماك وسائل مساعدة؟ ماكو لا. متابعين على فزت حيرقة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا رادلة تركيز. انت متونس بس ما خليك تتونس زيادة. هات قام آية. والعلامات الحزن على الولي واضحة ما فازت ولا مرة ولا مرة خلاص زعلت لا هساعدك قوتها خلاص أي وسائل مساعدة ماكو؟ ماكو ولا واحد؟ نوري ناجز خلاص بس هسه تفوزي. سوي قوي لولي سوي قوي يسوي قوي بعد 1 2 3 Ladies and gentlemen يلا لولي بسرعة بسرعة لازم لولي بسرعة 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 اي اشطر واحدة باللعبة لا اني اي اكثر اكثر
اثنين مرات اوكي يس عملت مرتين يلا مشي مشي لوني بسرعة لازم بسرعة لازم اوكي اوكي لا بعد شو احد حيفوز ثاني يوم ثاني مرة انا راح اسويها يلا نخلص لنا اخر جولة ونجرب لعبة ثانية قريبة متوانسة لولي اوكلي عازم اخوها عازم اخوها باللعبة يلا قومي لولي يلا قومي جبتي آية بسرعة بسرعة ليش حظيمو زين طيب سوينا اخر جولة هلا يلا يلا لولي بعدين انا حنسوي دانيال احمد ملاك ونختم اللعبه حنسوي لنا غير تحدي ملاك سيستا اخر واحده ملاك خلاص نسوي غير تحدي غير تحدي ولا تنسونا بالدعم لايك سبسكرايب شير اتمنى يكون عجبكم الفيديو مع السلامه مع السلامه